رجعنا لحضراتكم معانا السيدة أم محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا سيدنا الشيخ، أنا مبسوطة بحضرتك وحلقات حضرتك النهاردة والله. عشان أنت ست جميلة يا حاج محمد. أنت أجمل والله يا سيدنا الشيخ، والله أنا برتاح لكلامك وبحبك أوي أوي والله يا ربنا شيخ. يحفظك ويزيدك نور وبركة. ليا كام سؤال عند حضرتك بالله عليك، يعني تفيدني كده. يلا. أبويا مات وأمي ماتت وسابت لنا أراضي وسابوا لنا بيوت وكده، وأخويا داس على كل حاجة، وأخويا الكبير غلبان وعلى قد حاله. هات ورينا الأرض، ورينا. يقول أبويا كتب لي، أبويا كتب لي، لمينا الجيران وجبنا العمدة، قال أبويا كاتب، مش عاوز يظهر الأوراق ولا عاوز يعمل حاجة، وراح عمل إعلان وراثة من ورانا وما حضرناش في إعلان الوراثة، وضم كل حاجه ليه وكده. لا، اعلام اعلام الورثه ملوش دعوه ملوش دعوه وبيقول بس مين الورثه، لكن لكن حتى لو انتم مش موجودين وانتم ولاد الوارث مش هيقدر يخفيكم، يعني مش هيقدر يقول ان اختي مش موجوده، ولا يقدر يقول اخويا مش موجود. وضم كل حاجه ليه، ولا بيسال عن اخوه الكبير، واخوه عنده 65 سنه، واتصلت باخوه اللي في ايطاليا. طيب خليني واحده واحده بس يا حاج محمد. يبقى اول سؤال انت بتقولي هنعمل ايه في الشخص اللي مانع ميراثنا، صح؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما بيبرش اخوه ولا بيود اخوه. طيب. اخوه ده غلبان الكبير اللي هو عنده 65 سنه الثاني اللي واكل حقنا ده، ما اللي عنده 65 سنه ده ما خدش منهم حاجه. ما انا بقول لك هو ما بيبرش اخوه اللي هو عنده 65 سنه. انا اللي ببره وانا اللي بروح. طيب ده السؤال الثاني. السؤال الثالث يا حاج محمد. السؤال الثالث ان اخويا الثالث دوت يعني عنده اموال كتير وكل حاجه، واقول له بر اخوك، حرام عليك، اخوك غلبان، يعني حرام عليك، ده اخوك مريض ما بيسالش فيه وكده، يعني هل ينفع الكلام ده؟ هجاوب على حضرتك يا حاج محمد. ربنا يحفظكم يا رب ويصلح ذات بينكم ويزيل الغشاوه على عين كل واحد بيمنع حق حد. اولا الميراث، لما بيحصل الميراث عندنا بيحصل حاجه، اللي بيتوفى ده بتنتقل ملكيه المال اللي هو كان يملكها الى ورثته بحاجه اسمها الخلافه، يعني هم بيخلفوه في هذا المال. بيخلفوه في هذا المال يعني ايه؟ ادي المال اهو كان مكتوب باسم ده، وكان في ذمة ده، وكان في ملك ده، بيتوفى المال ما بيروحش، بيروح لورثته وينتقل الى ملكهم. طيب بينتقل الى ملكهم ايه؟ بنظام. النظام ده اسمه ايه؟ نظام الارث. طب خلاص هم ورثوه، لما ورثوه بقى حقهم، بقى ملكهم. طب نفترض حد منعهم ده، زي واحد بالظبط دخل شقه حد وخد الفلوس من بيته، فبيبقى حرام، فالمال ده بيبقى مغصوب، اسمه مال مغصوب. فالاراضي اللي اخدها اخوكم ده وانتوا ليكم حق فيها بيبقى مال مغصوب. طيب ده هو بيدعي ان فيه، ببساطه خالص بيدعي ان فيه اوراق. مساله سهله، ربنا جعل في دوله المسلمين حاجه لطيفه جدا اسمها سياده القانون. على طول ارفعوا قضيه. طب ونرفع قضيه على بعض والناس تتفرج علينا؟ ما هو انا بقول كده عشان ده يتحسم، عشان الاجيال اللي بعد كده ما يتورث لهمش الكره. لما الحاجات تتحسم والناس تاخد حقها، مش هيبقى ده يتراكم جيل بعد جيل بعد جيل. فانا بقول في الاحوال، على الحال اللي انت حضرتك بتحكيها دي، لا ده احنا نروح ونرفع القضيه عشان ناخد حقنا. طب وبره لبقى اخوه، اخوه دوت لو ما عندوش شيء يكتسب بيه، هو مش قادر على الكسب وهو معهوش فلوس، والراجل دوت عنده فلوس، من حقه ان هو يرعاه، واذا ما رعاهوش هو لا يقوم ببر بصله الارحام، ولا يقوم كمان بحق اخوه الفقير عليه. الامر المهم كمان هو يا سيدي، انت متخيل ان انت لما تعمل ده وتاخد الاموال دي وتسيب الناس دي بتتوجع، انت متخيل ان انت كده في بركه؟ لا، خلي بالك، خاف على نفسك وخاف على اولادك، لان كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. وخلي بالك ببساطه خالص ان حضرة النبي قال فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له قطعة من النار، فليأخذها او ليدعها. على فكرة النار دي مش بتبقى في النار في الاخرة بس،
النار دي هي اللي بتاكل في قلب الشخص اللين فتجعله قاسي القلب. فخلي بالك قسوة القلب دي ممكن تخليك قاسي على أولادك، وتخلي أولادك يورثوا القسوة، وتخلي في دواير من، والعياذ بالله، دواير من العذاب. فنجي نفسك ورجع الحق لأهله. وأنا نصيحتي لحضرتك يا محمد إن حضرتكم تاخدوا حقكم، ولو في مش ولو خدوا حقكم، وفي قانون تستطيعوا إن أنتم من خلاله تحصلوا على حقكم.